مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في موضوع اليوم. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن العلاقات المغربية الإيفوارية تعتبر من العلاقات المرجعية في التعاون بين الدول الإفريقية. وأوضح بوريطة بأن كوت ديفوار فاعل أساسي في مجموعة من المبادرات التي أطلقها جلالة الملك، فهي عضو في المبادرة الإفريقية الأطلسية بالنظر إلى دورها الحيوي على المستويات الأمنية والاقتصادية والبيئية، لافتا إلى أنه بفضل هذه المبادرة ستهيكل الدول الإفريقية نفسها دون انتظار الآخرين، وستخلق منها فضاء للتعاون الأساسي بين الدول 23 المطلة على المحيط الأطلسي. وبخصوص الوضع في منطقة الساحل، أكد بوريطة على أهمية الاستقرار أولا في هذه المنطقة وفي غرب وشمال إفريقيا، مشددا على ضرورة تفادي أو رفض التدخل الأجنبي في قضايا الساحل. وأضاف أن المغرب الذي كان دائما يحترم ويتابع باهتمام القرارات التي اتخذتها منظمة دول غرب إفريقيا باعتبارها الإطار الذي تنتمي إليه هذه الدول، لديه نقاط تقاطع كثيرة مع المسار الذي اتخذته دول المنطقة. إذن للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الجديدة الدكتور عادل فرج، مدير المرصد الدولي للدراسات والبحوث الجيوسياسية والجيوستراتيجية من الجديدة. ومن قلميم ينضم إلينا الأستاذ محمد زاهور، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بوجدة. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أستاذ عادل فرج، في لقاء بوريطة ووزير الخارجية الإيفواري كاكو هو جاليون أدوم، كان هناك هذا الحديث عن ليس فقط تعاون ثنائي متميز في الفضاء الإفريقي، ولكن أيضا تقاسم رؤية مشتركة لهيكلة الفضاء الأطلسي، وأيضا تهيئة نموذج جديد للتعاون بين الأطلسي والساحل. ما أهمية هذا الجانب وقيمة البلدين في بلورة هذه الرؤية؟ أستاذ زهور، هل تسمعنا أستاذ زهور؟ نعم، ما دام أنه ضيفنا من الجديدة في الواقع لا يسمعنا في هذه اللحظة، من منظورك أنت ما أهمية ودور البلدين الكوت ديفوار والمغرب وتعاونهما في طبعا تفعيل هذه الرؤية الأطلسية، صلة أيضا برؤية جلالة الملك وهذه المبادرة الملكية فيما يتصل بتمكين دول الساحل من الولوج إلى الأطلسي، ولنقل تهيئة المنطقة برمتها في نموذج تعاون إفريقي إفريقي؟ أولا شكرا على الاستضافة، وأود أن أؤكد على أن العلاقات المغربية الإيفوارية تظل في الحقيقة علاقات متميزة، سواء من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، وحتى على مستوى التبادل الثقافي في المجالات العلمية، خاصة الطلبة الإيفواريين وعددهم الكبير الذي يدرس بالمغرب. وبالتالي الكوت ديفوار كانت دائما البوابة الاقتصادية التي عبرها دخل المغرب إلى العدد الإفريقية، أي أنه عبر دولة الكوت ديفوار أن يحظى بما كان متميزا من الناحية الاقتصادية. وإعلان الكوت ديفوار وزير خارجية الكوت ديفوار انضمام بلاد الكوت ديفوار إلى ليس غريبا. وفي طيب أستاذ زهور، في الواقع الصوت منك يصل متقطعا، وأنا لا أريد أن تمضي مداخلتك في هذا على هذا النحو، في انتظار أن نتغلب على هذا الإشكال التقني أرجو أن تبقى معنا. نعود إلى ضيفنا في الجديدة الأستاذ عادل فرج. كنا بصدد الحديث طبعا عن أهمية التعاون والعلاقات العريقة جدا في بين المغرب والكوت ديفوار، وهناك طبعا هذه الرؤية التي يتقاسمها البلدان بخصوص مبادرة جلالة الملك فيما يتصل بتهيئة الفضاء الأطلسي برمته من منظور تنموي، وأيضا إتاحة الفرصة لمنطقة الساحل أن تستفيد من هذا الفضاء ومن إمكانياته التنموية. ما أهمية هذا الجانب في تكريس لنقول العلاقات الإيفوارية المغربية؟ أولا سيدي الكريم، مرحبا بالمشاهدين ومرحبا بضيفكم الكريم، وشكرا على الاستضافة. فيما يتعلق بالمبادرة الأطلسية، هناك منظور شمولي، أي أهداف المبادرة الأطلسية، من خلال ثلاث عناصر أساسية. هو تأكيد أولا على التعاون الإقليمي، هو محاولة النهوض اقتصاديا بدول منطقة الساحل، هو مواجهة التحديات الأمنية التي تعاني منها منطقة الساحل. بمعنى آخر، المغرب الآن يعمل على مستويين، هناك مستوى عام شمولي يتعلق بالمبادرة الأطلسية، وفي نفس الوقت تتمين هذه المبادرة من خلال
تحالف ثنائية، أي محاولة التشبيك ما بين الاستراتيجية الشمولية والاستراتيجية الثنائية. الكوت ديفوار فاعل أساسي في منطقة الساحل، هناك تعاون تاريخي ما بين الدولتين، هناك نوع من الثقة ما بين الطرفين. بمعنى آخر أن المغرب لا يكتفي فقط بطرح أو تسويق نموذج المبادرة الأطلسية، ولكن كذلك يعمل على تحسينها من خلال مبادرات وعلاقات ثنائية ما بين الدول التي أثبتت أن هناك إرادة سياسية في التعاون، إرادة سياسية كذلك لهيكلة هذا الفضاء من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية. طيب، في هذه المرحلة التي يخوض فيها البلدان طبعا غمار تفعيل هذا النموذج التنموي، المنطقة برمتها تواجه أيضا تحديات مرتبطة بما يعتمل في منطقة الساحل من تحولات، هناك طبعا منطقة غرب إفريقيا وتكتل الدول فيها الذي يحاول أن يحافظ أيضا على وحدته، هناك أيضا مخاطر التدخل الأجنبي والتي نبه إليها ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي. إلى ماذا يشير هذا التحذير من تداعيات التدخلات الأجنبية في المنطقة، وأهمية أن يكون هذا النموذج الذي الأطراف بصدد تفعيله يعني ذاتيا ونابعا من مبادرات إفريقية فقط؟ أولا سيدي الكريم، يجب تحليل طبيعة الصراع الذي تعرفه منطقة الساحل. هناك صراع ما بين الدول القوية، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، التواجد التركي. بمعنى آخر هناك قوى دولية لها مكانة في مستوى العلاقات الدولية تذهب إلى توسيع نفوذها في إفريقيا، على اعتبار أن إفريقيا هي المستقبل من الناحية الاقتصادية، خزان الموارد الطبيعية، خزان الموارد البشرية. هذه النقطة الأولى. إذن هناك صراع ما بين القوى التي تهيمن شيئا ما دوليا، هناك كذلك صراع إقليمي داخل إفريقيا، بمعنى أن منطقة الساحل يجب أن ننظر إلى تموقع منطقة الساحل بالنسبة لخريطة إفريقيا أنها تخلق نوعا من التهديد والخطورة كذلك على دول شمال إفريقيا، هذا من الناحية الإقليمية. في نفس الوقت منطقة الساحل تعاني من مجموعة من التحديات التي لا يمكن ربطها بما هو رسمي، أي تزايد حدة الحركات الإرهابية، أكثر من 6 حركات إرهابية. وبالتالي يجب الإشارة إلى أن أي هزة سياسية أو زلزال سياسي في منطقة الساحل تردداته لن تصل فقط إلى شمال إفريقيا، ولكن كذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي. لذا نلاحظ أن هناك نوع من التنافس بمن سينفرد بتواجده وبتتمين تواجده داخل القارة، سواء عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا. لكن بالمقارنة، إن حاولنا المقارنة ما بين التجربة التاريخية في السابق وحاليا، لاحظنا أن القوة العسكرية في إفريقيا أصبحت مرفوضة، التعامل بنوع من الكيف بمكيالين ما بين الدول الإفريقية أصبح مرفوضا. هنا ظهرت المبادرة الأطلسية. المبادرة الأطلسية ما هو الهدف منها؟ أولا لها ما يؤكدها جغرافيا وسياسيا واقتصاديا. لماذا؟ لأنه حينما نقارن الأطلسي مثلا بالمحيط الهادي أو المحيط الهندي، هناك استقرار نوعا ما بالمنطقة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أشار إليها السيد وزير الخارجية حينما أكد أن هذه المبادرة هي في الأصل مبادرة إفريقية، بمعنى محاولة أن نعي بهذه المبادرة عن كل تدخل أجنبي من شأنه الحد من تطوير هذه المبادرة لكي تكون بديلا، لأنه في الأصل أنه الآن كما نعلم أنه في تقنيات الحروب هناك تنافس على المستوى الدولي ما بين القوى، هناك من يقصد الآن المضايق البحرية، الممرات البحرية. حاليا هذه الفلسفة أو هذه السياسة في المجال الحربي الأساس منها ما هو؟ هو حينما نريد مثلا القضاء على جيش معين نقصد سلاسل توريد هذا الجيش. بمعنى آخر أنه من يريد أن يهيمن الآن على الممرات البحرية أو المضايق البحرية التي من شأنها نقل البضائع وضمان سلاسل الإمداد، ماذا يحاول أن يفعل الآن؟ يحاول أن يوقف شيئا ما هذا النشاط التجاري.
باستهدافه لبعض الممرات طيب. البحرية المهمة اقتصاديا. المبادرة الأطلسية الآن هي بديل اقتصادي. لماذا؟ لأنه كما نلاحظ جغرافيا أنه هناك تقارب اليابسة والمياه في جميع الممرات البحرية. فيما يتعلق بالمحيط الأطلسي، الممرات البحر قرب اليابسة من المياه البحرية مساحته كبيرة، بمعنى آخر أنه إمكانية أن تكون هناك مناورات عسكرية هي شبه منعدمة بالمنطقة. طيب. بقي الأساسي ما هو، وقد أشار إلى ذلك، وقد أشارت المبادرة الأطلسية إلى ذلك، ما هو؟ هو تقوية البنية التحتية لهذه الدول أولا. لماذا؟ لأنها ستضمن نوع من سلاسل الإمداد فيما يتعلق بالطاقة، فيما يتعلق بالتجارة. لكن التحدي الوحيد الذي يمكن أن يشكل خطرا على هذه المبادرة إلى جانب تنافس النفوذ الأوروبي، ما هو؟ هو أن التكلفة ستصبح مرتفعة فيما يتعلق طيب. بنقل البضائع، فيما يتعلق بنقل الأشخاص، فيما يتعلق بالتأمين على هذه البضائع. بمعنى آخر الآن يجب التفكير ليس فقط، وهذا ما هو ما قدمه المغرب، ليس فقط التفكير في المبادرة الأطلسية على المستوى البحري التجاري، ولكن كذلك على مستوى البنية التحتية البرية، لأن هناك تكامل ما بين ما هو بري وما هو بحري في ضمان نوع من الاستقرار. شكرا لك أستاذ عادل فرج. شكرا لك أستاذ عادل فرج. لحظة، يعود معنا الأستاذ محمد زهور، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بوجدة. أستاذ زهور، كنت بصدد الحديث طبعا عن مقومات هذا التعاون الثنائي بين المغرب والكوت ديفوار وسماته سمات العراقة والتنوع والمشترك أيضا الثقافي الموجود بين الجانبين، والحديث في الواقع ساقنا للحديث كذلك عن المبادرة الملكية بخصوص تهيئة الفضاء الأطلسي وتكريس التعاون فيه وإتاحة الفرصة أيضا لدول الساحل للاستفادة من مؤهلاته التنموية. ما الذي يمكن أن تلعبه هو الكوت ديفوار على درب تفعيل هذه الرؤية لفائدة الإفريقية الغربية الأطلسية وأيضا دول الساحل؟ أولا التأكيد على مكانة الكوت ديفوار على المستوى الإفريقي وطبيعة العلاقة التي تربطها مع المغرب باعتباره صاحب هذه المبادرة الملكية الأطلسية ستكون له قيمة مضافة في تنزيل هذه المبادرة. أولا لأن الكوت ديفوار بالنظر إلى علاقتها الدبلوماسية وحضورها القوي أيضا داخل الاتحاد الإفريقي، وكذا التكامل، نوع من التكامل في الرؤية ما بين المغرب والكوت ديفوار في نظرتهم الاستراتيجية إلى التنمية بإفريقيا، لابد أن نؤكد على أن البلدين أي أن المغرب والكوت ديفوار يعملون منذ سنوات على تجاوز المقاربة الكلاسيكية التي في الحقيقة يعتمدها المستعمر في تنمية إفريقيا. أصبح الآن الأمر يفرض على أن يتم تجاوز هذه المقاربات التقليدية التي لم تعتمد على مسألة أن تأخذ بعد استفادة الطرف الآخر، كان طرف واحد يستفيد والذي كان يستغل يعني هذه الثروات، وبالتالي نظرتي البلدين تنسجم مع ضرورة نقل القارة الإفريقية من قارة الموارد إلى قارة يعني الفرص والاستثمارات والتنمية. ولا يمكن أبدا أن يتم تعزيز مثل هذه المقاربات إلا وفق لابد من وضع إطار استراتيجي، والمبادرة الأطلسية الملكية شكلت هذا الإطار الاستراتيجي. ولكن قبل ذلك لابد من التأكيد على أن التأسيس أو اقتراح مثل هذه المبادرات لم يكن عبثا. أولا المغرب بعودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 كانت عودة برؤية تنموية متجددة وضرورة تغيير المقاربات التنموية داخل إفريقيا. ثانيا على أن التوجه المغربي الاقتصادي داخل إفريقيا عبر الحضور عبر العديد من الشركات خاصة في المجالات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي والطاقة يعتبر أيضا استعدادا لإعلان مثل هذه المبادرات الكبرى، لأنها تعتبر مبادرة كبيرة لها أبعاد استراتيجية اقتصادية وفي نفس الوقت تنموية. قبل إعلان هذه المبادرة أيضا لابد على أن المغرب قاد أوراش كبرى، يعني هناك تأسيس أيضا حتى على المستوى الوطني عن طريق أولا تنمية مشروع عن طريق برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية، وضع طريق سريع يربط بين المغرب وإفريقيا، ميناء الدخلة. المغرب أيضا في اجتماع بين المغرب تم تأسيس حلف الأطلسي يعني لمقاربة ومحاربة كل أشكال التهديدات الأمنية وكذا يعني الجريمة المنظمة العابرة للحدود. إذن هناك تأسيس لمثل هذه المبادرات، وبالتالي المغرب يعتمد دائما على المبادرات
ولكن قبل ذلك لابد من تأسيس لأرضية انطلاق هذه المبادرة. ليس من السهل جدا أن تقترح مبادرة أطلسية بهذا الحجم دون أن يتم التأسيس عليها على المستوى الاقتصادي، على المستوى الدبلوماسي، على المستوى أيضا حتى على مستوى البنيات التحتية. وبالتالي المغرب قام بكل هذه الأمور ويدعو الآن، بالعكس اقترح على أن يضع كل بنيته التحتية رهن إشارة هذه البلدان. كما أشار الأستاذ، لا يمكن أن يتم تحقيق التنمية دون تنمية المحيط، لأن الأسطول والموانئ هي الأساس الاستراتيجي. التجارة الدولية تعتمد بشكل كبير على الممرات البحرية، على البنية التحتية البحرية، بالنظر إلى التكلفة يعني الاقتصادية القليلة التي تكلف هذه التجارة الدولية. وبالتالي لا يمكن أبدا الاعتماد على الممرات يعني التجارية عبر الطائرات أو عبر البري. وبالتالي مثل هذه المبادرة الأطلسية، هذه المبادرة الأطلسية عفوا، ستفتح أيضا مجالا لماذا؟ لأن دحض الإرهاب والتهديدات الأمنية لا يمكن أبدا أن يتم بمقاربة أمنية فقط، لا بد من مقاربة تنموية. هذه هي الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها المغرب إلى جانب شركائه الاستراتيجيين بإفريقيا، والذي هم السنغال، غابون، كوت ديفوار، مجموعة من البلدان الإفريقية. في الحقيقة سيشكل تحول، لأن المبادرات التقليدية ماذا أفرزت؟ أفرزت عدم استقرار بدول الساحل، أفرزت موجات من الهجرة نحو الدول الأوروبية وعدم الاستقرار، وبالتالي التحديات الأخرى التي جاءت بعد كوفيد-19 أثار تغيرات المناخية. لا يمكن أن يتم مجابهة هذه التحديات إلا بمبادرة ليس فقط إقليمية، ولكن بمبادرة دولية مثل المبادرة الأطلسية. المغرب استعد منذ زمن بعيد على أنه سيكون الرائد، ليس فقط من ناحية المكانة ديال المغرب الاقتصادية وكذا الدبلوماسية، ولكن عندما اختار المغرب سياسة دبلوماسية في اتجاه إفريقيا لا يمكن أن تكون سياسة تنظيرية، وإنما هي سياسة واقعية. وبالتالي لا بد من التأكيد على أن المبادرة الأطلسية ستحظى ليس فقط بإجماع الدول الإفريقية، ولكن أيضا بإجماع المجتمع الدولي. جاءت تصريحات من مختلف عواصم العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، لأن أوروبا تأكدت، خاصة دول الاستعمار تأكدت على أن هذه الموجة المناهضة لها في دول الساحل أدركت من خلالها على أن المقاربة التنموية التي كانت تعتمدها داخل هذه البلدان والتي تستفيد فقط لوحدها لم تعد قائدة، وبالتالي لا خيار لها سوى أن تدعم هذه المبادرة الأطلسية، لأنها بروح جديدة وتعتمد على الشراكة الربحية بين الأطراف كلها وليس على طرف واحد فقط. شكرا لك أستاذ محمد زهور. أستاذ عادل فرج، الكوت ديفوار منخرطة صحيح في مبادرة جلالة الملك فيما يتعلق بتهيئة الفضاء الأطلسي، وأيضا استفادة دول الساحل من مؤهلات هذا الفضاء أيضا. ما الذي تمثله الكوت ديفوار في هذه المبادرة، من حيث أنه هي أيضا من الدول ذات الوزن الثقيل لنقل استراتيجيا وسياسيا فيما يتصل ب يعني تقييم الحلقات الأساسية في مثل هذه الرؤية التي تضم عدد كبير من الدول، 23 دولة؟ أولا سيدي الكريم، هذه الثقة ما بين المغرب والكوت ديفوار هي نتيجة أولا لتعاون تاريخي منذ القدم، بمعنى آخر أنه كان هناك نوع، تم خلق نوع من الثقة المتبادلة ما بين الطرفين، هناك مصالح مشتركة بين الطرفين، هناك تفاوض، هناك وضع الأوراق وإيجاد حلول لمجموعة من التحديات التي تواجه المنطقة. الكوت ديفوار فعلا لها دور اقتصادي مهم، ولكن هذا لا يمنع أن كذلك تعاني أمنيا من بعض الحركات الإرهابية. لكن المبادرة في الأصل، أي تأكيد هذا التعاون الثنائي، الهدف منه ما هو؟ هو الاستفادة كذلك الطرفين لتقوية علاقتهما، لإعطائها كنموذج لبعض الدول الأخرى التي لا زالت تمانع في الانخراط في هذه المبادرة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي جوهرية، حينما نقول المبادرة الأطلسية هي أولا مبادرة الهدف منها ماذا؟ ليس فقط تقوية دول الكوت ديفوار، ولكن تقوية جميع دول الساحل. بمعنى آخر أن التكتل الاقتصادي والسياسي من خلال هذه الهوية الجيوسياسية من شأنها أن ترفع القيمة التفاوضية للدول، خاصة في ظل الصراع الدولي ما بين القوى العظمى. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة ما هي؟ أنه هذه المبادرة
تشمل كذلك مبادرة اقتصادية وهي أنبوب الغاز ما بين المغرب والنيجر الذي يمر على حوالي 13 دولة. بمعنى هذا المرور ليس فقط هو سيكون له تبعات اقتصادية محضة، ولكن بإمكانه أن يغير طبيعة البنية الاقتصادية، النسيج الاقتصادي لجميع الدول التي يمر منها. بمعنى آخر أنه لو استحضرنا تاريخيا شيئا ما، الاتحاد الأوروبي بدأ في التعاون في مجال الفحم الحجري، ثم انتقل ليصبح كقوة سياسية حاليا. بمعنى آخر أنه هناك هوية جيوسياسية يقدمها المغرب وهي المبادرة الأطلسية، يزكيها من خلال مبادرة النيجر المغرب أنبوب الغاز الذي لن تستفيد فقط منه الدول المعنية التي سيمر منها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بل كذلك ستستفيد منه الضفة الأخرى أي الاتحاد الأوروبي. شكرا لك أستاذ عادل فرج. هذه النقطة أستميحك عذرا أستاذ عادل فرج، سأعود إليك إذا بقي شيء من الوقت، ولكن في هذه النقطة لا أريد أن أغفل جانب مهم جدا. أستاذ محمد زهور، ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي في حديثه طبعا قال أنه المباحثات مع وزير الخارجية الإيفواري تطرقت إلى كيفية خلق تكامل أو أدوات سماها أدوات عمل في منطقة الساحل للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وحتى لا يمس الوضع في المنطقة استقرار دول أخرى. وفي هذا الصدد طبعا أكد أن المغرب يقف إلى جانب الكوت ديفوار في استقرارها وأمنها الذي يعتبره أمن أو خط أحمر. ما الذي يترجمه هذا الموقف؟ هذا الموقف يؤكد على أن المغرب يؤكد السياسة الخارجية للمغرب والدبلوماسية المغرب في القضايا الساحل والصحراء. المغرب والكوت ديفوار متكاملان اقتصاديا وأيضا دبلوماسيا، ولهم نفس الرؤية في التعامل خاصة مع مثل هذه القضايا التي يمكن أن تشكل نوعا من عدم الاستقرار داخل المنطقة. وبالتالي المغرب لا يعتمد أبدا دبلوماسية الانفعالات وتقسيم وتجزئة المجزأ وعدم الاستقرار. المغرب يعتمد على الدبلوماسية الواقعية، على دبلوماسية المبادرات، على دبلوماسية الشراكات الاقتصادية وعلى التعاون، ولم يختار المغرب أبدا أي طرف طيلة هذه الأزمات التي عصفت بالساحل. المغرب اختار أن يسعى أن يتدخل إما من أجل تقريب وجهات النظر إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين خاصة في المجال الدبلوماسي والتي هي الكوت ديفوار، أو على الأقل أن يسعى عبر شركاء آخرين من أجل التدخل لحل مختلف هذه القضايا. وإذا كان المغرب في الحقيقة والدليل على أن كل هذه الدول حضرت قبل أيام دول الساحل وأكدت في مراكش على استعدادها للانخراط في المبادرة الأطلسية، لماذا؟ لأن المغرب هو حليف موثوق به، وبالتالي الكوت ديفوار بالنظر لقوتها الاقتصادية في دول غرب إفريقيا كممر أيضا استراتيجي على مستوى التجارة، لها أيضا وزن سياسي ودبلوماسي داخل منطقة الساحل والصحراء. وبالتالي المغرب يتعاون مع هذا الشريك الاستراتيجي، وهناك طيب ربما تطابق وجهات النظر. شكرا. في مختلف القضايا سواء الامنيه والسياسيه والاقتصاديه داخل هذه المنطقه. شكرا لك استاذ محمد زهور، اعتذر منك واريد فقط ان افسح المجال، فقط 30 ثانيه بقيت من حصه هذا البرنامج. استاذ عادل فراج، هل هناك احساس ايضا بان هناك مخاوف من تداعيات امنيه وخيمه يمكن ان تمتد من منطقه الساحل الى دول افريقيا الاطلسيه؟ هل هذا الوعي ايضا يترجم أهمية الإسراع بتنزيل هذا النموذج أو الرؤية الملكية لإفريقيا الأطلسية ولمنطقة الساحل باختصار شديد لو سمحت؟ أولا سيدي الكريم، في ظل الصراع الدولي الحالي وفي ظل تزايد نفوذ القوى الغير الرسمية أو القوى التي من شأنها تقويض جميع العمليات السياسية والاقتصادية دوليا، الآن يجب العمل على وضع إطار هيكلي مؤسساتي من شأنه أن يعبر عن مواقف هذه الدول بشكل صريح، لأن تشرذم هذه الدول في الأصل لن يزيد الأمر إلا تعقيدا، خاصة في ظل تنافس ما بين الصين، ما بين روسيا، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين الدول التي لا زالت تعتقد أن دول الساحل هي مستعمرات أو حديقة خلفية لها. بمعنى آخر أنه يجب أن ننتقل إلى المرحلة المؤسساتية، يجب كذلك التأكيد، وهنا نجاح المبادرة الأطلسية يمكن أن لتحقيقه هناك ثلاث ركائز أساسية. هو أولا تأكيد على التعاون الإقليمي ما بين الأفارقة لأجل الأفارقة. النقطة التالية وهو كما نعرف أن المبادرة الأطلسية هي مفتوحة
على جميع القوى الدولية، بمعنى آخر إشراك القوى الدولية بشكل واضح وصريح. نقطة الثالثة وأساسية أنه عملية التنمية ستشمل هذه هذه الدول 23 المنضمة لهذه المبادرة. شكرا جزيلا لك على الاختصار أيضا أستاذ عادل فرج، مدير المرصد الدولي للدراسات والبحوث الجيوسياسية والجيوستراتيجية من الجديدة. نشكر ضيفنا أيضا من قلميم الأستاذ محمد زهور، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بوجدة، حدثنا من قلميم. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. أشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة. بإمكانكم العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا mediantv.com ومنصاتنا الرقمية الأخرى. إلى اللقاء.